تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس للمجلس رفع فيها معاليه باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة أسماء آيات الشكر والعرفان على دعم ومساندة جلالته الدائمه ورعايته الكريمه للسلطه التشريعيه لتحقيق ما فيه خير ومصلحه مملكه البحرين وشعبها الكريم